اهلا بيكم في حلقه جديده من حكاوي المشاوي. النهارده عندنا وصفه للناس الهيلث اللي عاملين دايت، عندنا سلطه اللحم المشوي بالسمسم. استنوني بعد الفاصل نعملها مع بعض. ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، والنهارده عندي وصفه مخصصه جدا للناس اللي بيعملوا دايت ومش عايزين يعملوا رز او خضار جنب الوجبه بتاعتهم. فهنعمل دلوقتي مشهور جدا في المطاعم دلوقتي بقى فيه فكره السلطه المتكامله اللي فيها كل حاجه، اللي بتغنينا ان احنا نعمل سايد ديش اللي هو الطبق الجانبي اللي جنب الوصفه بتاعتنا، نعمل حاجه مكونه من خضار من سمسم من لحمه وتبقى لحمه مشويه. بس انا حاطه حاجه وحيده اللي ممكن تتخنكم، السمسم، وممكن تستغنوا عنه، ورشه الجبنه البسيطه جدا، وبرده ممكن تستغنوا عنه عادي لو عاملين دايت. هقول دلوقتي معاكم مقادير سلطة اللحم المشوي بالسمسم. هستخدم لها نص كيلو لحم فيليه سميكة، هتكون بالسمك ده فيليه سميك جدا عشان لما اقطعه شرايح يبقى بس باين انه اكيد بيكش على النار. وهستخدم للتتبيلة بتاعته بودرة بصل وبودرة ثوم وباربيكيو صوص وملح وفلفل. ابتدي معاكم دلوقتي احط الجريل على النار وابتدي اعمل التتبيلة معاكم. احط شويه زيت كده واحط تتبيله خفيفه جدا. الباربيكيو مع اللحمه بيبقى طعمه حلو قوي. احط بودره البصل وبودره الثوم وملح وفلفل، واكيد كالعاده لو مش هنشوي على طول نحط الملح لما نكون خلاص جاهزين للسوى. بس التتبيلة دي مش محتاجة خالص ان هي تقعد وقت، لان الباربيكيو بيلزق على طول في اللحمة، يعني بوقت سريع جدا بتبقى جاهزة معانا. هلبس الجلافز معاكم ونبتدي نعمل فتحات في شريحة الفليه بتاعتي، وابتدي اسويها على طول على الجريل، اشدها وهكمل سواها كله على الجريل، لانه هي مش محتاجة تدخل فرن ولا محتاجة ان انا ادخلها في طاجن للفرن، هي سلطة فأنا مش عايزة أسويها قوي، عايزينها تبقى ميديم ويل كده، مش حاجة مستوية للآخر عشان تبقى صحية أكتر. نقلب كده مع بعض التتبيلة بسرعة. أنا كده حاسة أن أنا محتاجة شوية زيت، محتاجة سايل يخليها سايلة سنة عن كده، زودها شوية زيت بسيط يلمع برضو اللحمة ويدي سمك ظريف للتتبيلة بتاعتي. انا كده حطيت باربيكيو وحطيت ملح وفلفل وبودره بصل وبودره ثوم، محطيناش حاجه ازيد من كده، جيب سكينه بس مش مقشره. ابتدي احط هنا زيت ومعليه الجريل على اعلى حاجه عشان عايزاه يسخن كويس جدا، عشان عايزه اصدمها صدمه قويه شويه. ابتدي بس افتح كده عشان التتبيله تدخل جواها، ما نفتحش قوي عشان انا لسه كمان هقطعها شرايح لما تخلص السوا بتاعها. وابتدي احطها في التتبيله كده. التتبيله دي قويه ما بتاخدش وقت خالص، الصوص على طول بيمسك في اللحمه وبيديها طعم مدخن كده حلو قوي، فمش محتاجين ان احنا نسيبها قبليها بليله ولا قبليها بساعه ولا اي حاجه. هعمل كده معاكم. عايزه بس دلوقتي اخد برضو بقيه التتبيله دي اخليها عشان ممكن اسقي باقي اللحمه بيها. وهطلع فاصل دلوقتي اجهز الخضار اللي هنعمله في السلطه واجيب الطبق اللي هنقدم فيه السلطه، وارجع لكم تاني تكون اللحمه ابتدت تستوي. رجعت لكم بعد الفاصل، ودلوقتي بصوا اللحمه اخدت لون جميل جدا، ابتدت اهي تستوي معايا، وكل شويه كنت بسقيها بالتتبيله. نقلب كده واخده علامات الجريل وجميله قوي. علناها الاول على نار عاليه جدا، دلوقتي هبتدي اعمل النار للوسط عشان تستوي بقى من جوه اكتر. خلاص شدينا الانسجه وكله تمام، نبتدي بقى نهدي شويه كده عشان تستوي من جوه، تبقى من بره ومن جوه مستويه معايا. وعندي الافوكادو ده، شلنا البذره بتاعته
وهقطع منه شوية هحطه في الأرض بتاعت السلطة، وشوية تاني فوق بتقطيع مختلف. وعندي شرايح الطماطم في شوية هشويهم مع اللحمة، وشوية تاني هحطهم عادي برضه. وعندي البصل شوحناه بشوية زيت أو زبدة حسب ما انتوا بقى عاملين دايت أو لأ. هحط اهي طماطم، طبعا هتنزل مية مع اللحمة، وانا قصدي الموضوع ده يعني. شوفوا بجد بقلبها بمنتهى السهولة، شكلها جميل ازاي. عايزاها تاخد طعم اللحمة كويس قوي، وتنزلي المية بتاعتها برضه تدي طعم مع اللحمة حلو قوي. ابتدي دلوقتي بقى اقطع الطماطم، اقطعها مكعبات كده. وعندي الافوكادو شلنا البذره بتاعته وحطيناه في شويه ميه عشان ما يسمرش، لحد بس من جاهزين خلاص لتقطيع. ابتدي اقطع كده، بيبقى طعمه حلو قوي قوي في السلطه. هتجربوه ان شاء الله وتقولوا لي رايكم. ممكن مع السلطه دي نحمص توست برضو، يبقى ظريف لو نافع ان انتوا تاكلوا عيش يعني. هحطهم كده بس من بعض، وهحط شوية خضار، شوية خيار كده، هسيب من كل حاجة شوية للوش فوق. وعندي بصل المتكرمل بتاعي، ونقلب كله كده مع بعض من غير ولا ملح ولا فلفل ولا صوصز ولا اي حاجة. يبقى عبارة عن خيار وطماطم مكعبات وأفوكادو وبصل متكرمل. عندي دلوقتي بقى اللحمة، شوف الطماطم كده مع بعض، شكلها حلو قوي. عندي بقى اللحمة دلوقتي، اجيبها كده وهقطعها. بصوا بقى السوا بتاعها ده اللي انا عايزه اوصله لو الكاميرا تجيب. بصوا اللون ده كده، هي ميديم ويل اللي هي السوا قبل الاخير اللي هو قبل الويل دان، اللي بيبقى طري وفي نفس الوقت مستوي، مش السوا الناشف قوي اللي احنا متعودين عليه المصريين عامه. بنخلي اللحمه تستوي للاخر خالص، دي بتبقى حلوه قوي في السلطه اكتر من الويل دان، عشان بتبقى مديها طريه كده ومبينه طعم التتبيله اللي فيها. هشيل الدهون كلها اهي، اقطع معاكم اهي. بصوا بتتقطع بمنتهى السهوله، نسويناها صح من الاول للاخر. دي اخر قطعه، طبعا اللي بيقف في المطبخ كتير بيفقد احساس السخونه والحاجات دي، خلاص ايدينا بقت متعوده. وعندي دلوقتي بقى هبتدي احط كده الخيار والافوكادو، دول الاثنين الاخرين. انا عايزه وقصده ان انا احط كل حاجه مطرح الصوص بتاع اللحمه، لاني حابه ان هما ياخدوا طعم بعض كلهم. ابتدي دلوقتي اعملهم كيرف كده، ده هعمله للتزيين. طبعا الطماطم المشويه دي بتبقى جميله قوي، بيبقى طعمها حلو قوي في السلطه برضو. كده دلوقتي طبق بجد يعني متكامل وصحي قوي، وينفع بالليل وينفع الظهر وينفع في الشغل وينفع لو احنا مستعجلين ومعندناش وقت نطبخ، او زهقنا من الخضار واللحمه والتسبيك وكده، ينفع ده يبقى حاجه سريعه كده معانا. ممكن دي استغنى عنها خلاص، هي طماطم كده. ابتدي احط الافوكادو، انا بس عايزه اعدل
انا عامله اللحمه كيرفز كده، عايزه بقى احط دلوقتي معاكم الافوكادو يبقى باين كده ان هو طعمه بيبقى اساسي في الوصفه دي، مؤثر يعني. يعني حاولوا تستغنوش عنه، ان هو بيبقى كمان هو صحي جدا. في ناس كتير هنا ما يعني بتحبوش وبتحس ان طعمه غريب او انه ملوش طعم، بس هو في الحقيقه ليه طعم جدا يعني. حط شويه سمسم على الوش كده، احط شويه بصل كارمل، هرش رشه بسيطه جدا من الجبنه المبشوره. قلت لكم اللي عامل دايت وحاسس ان دي حاجه هتخنه يعني الوصفه هتبوظ بس عشان رشة الجبنة دي، ممكن تستغنوا عنها عادي، هي مش مؤثرة قوي في الطعم، بس للناس اللي بتحب الجبنة مع السلطة كده. النهاردة نكون عملنا وصفة سلطة متكاملة فيها لحمة مشوية عملناها ميديم ويل من غير ما ندخلها الفرن، عملناها على البوتاجاز بسرعة على الجريل، وحطينا انواع خضار كتير قوي تكفينا بدل الرز او المكرونة. يا رب تعجبكم وتجربوها، تقولي رأيكم على السوشيال ميديا، وتستنوني في وصفة جديدة في حكاوي النشاط.